للمزيد من التفاصيل تنضم الي فرح مراد، محلله اولى للاسواق الماليه لدى اكوتي. اهلا وسهلا فرح. شكرا على الاستضافه. لنبدا بقرار الفائده المرتقب يوم غد، اجتماع الفيدرالي والمتوقع تثبيت الفائده، ولكن هل تظنين ان هناك اي تاثير من بيانات الناتج المحلي للامريكي التي صدرت مؤخرا، وهل تقرأينها ايجابيه وفي نفس الوقت بالنسبه لتقرير الوظائف ايضا؟ هلا بطبيعه الحال البيانات لا تزال يعني تري انه نحن في عندنا اقتصاد قوي في الولايات المتحده، خصوصا اذا بدنا نقارنه في الاقتصادات الكبيره الاخرى مثل اليوروزون، بريطانيا مثلا. فهذا الامر شوي كان عم يرجع يعيد الثقه للاسواق انه يمكن كمان الفيدرالي يتوجه لسياسه متشدده اكثر من التوقعات. قبل كنا عم نحكي عن يمكن تقليص فائده اقرب، ولكن هلا عم نرجع نبعده اكثر. وهذا الامر كمان شوي ما بعرف قديش مزبوط مثل ما كنت عم تقولي، في عندنا بيانات ايجابيه، ولكن اذا نشوف تفاصيلها ما بعرف قديش فعلا هي ايجابيه. الناتج المحلي الاجمالي جاء افضل من التوقعات صحيح، ولكن من ناحيه ثانيه من ان نحن نراقب العجز في الميزانيه، الدين المرتفع في الولايات المتحده مقارنه كنسبه مع الناتج المحلي الاجمالي مرتفع جدا. يعني اذا بدي بسطها بشكل كثير بسيط، لازم نكون احنا عم نتدين دولار تقريبا و55 سنت ليكون في عنا ارتفاع بالناتج المحلي بنسبه دولار. وهل يعني الفورمولا ببساطتها بتفرجينا انه هيدا منه شيء سستينبل، قد يعني بنشوف البلدان عادة إذا كنا عم نشوف الدين أعلى من الناتج المحلي تقريبا ب 70%، نحن بالولايات المتحدة تقريبا أكثر من 155%، قد يبشر في ريسيشن أو ركود مقبل. فكمان هون شوي بيرجع بعيد يمكن قراءة الأسواق بطريقة مختلفة. وكمان هالتشديد اللي عم نحكي عنه من الفيدرالي رح يكون متشدد، ما رح يقلص الفائدة قريبا، ولكن من ناحية ثانية الثلاث أسابيع الماضية كنا عم نشوف إنه التقليص أو التشديد الكمي السيولة ده موجود موجوده بالاسواق كثير او لا، ما كان في عندنا تشديد كمي، ما كان عندنا تقليص للسيوله بالاسواق. واذا بنشوف بالفعل ترجمت الى وصول المؤشرات الامريكيه الى اول تايمز هاي، الى مستويات قياسيه جديده، على الرغم من انه الشركات نوعا ما عم تبشر يمكن صوره مستقبليه ورديه مثل ما بنقول. فهون بخلينا نقول اوكي الفيدرالي في موقع صعب، خصوصي مع الارتفاعات الكبيره اللي عم نشهدها باسواق الاسهم التي قد لا تكون مستدامه. يعني تتوقعي ان مؤشرات الاسهم الامريكيه لا تبقى على نفس الوتيره بقيه هذا العام حتى صعب. لو هناك نتائج ايجابيه للشركات صعب جدا. ليش؟ لانه هالنتائج الايجابيه كمان من الشركات بنسمعها حتى لو كنا عم نشوفها، ولكن بالواقع عم نشوف نحن في تسريحات كبيره جدا من شركات التكنولوجيا. يعني اذا انا الارباح عم اعملها لانه عم بعيد هيكله الشركه بتقليص كمان اليد العامله، ما بعرف قديش هيدا كمان نوع من يعني مستدام هالطريقه كمان بحسابه الأمور. من ناحية تانية كمان الارتفاعات الكبيرة اللي كنا عم نشهدها ما كان في عندها أساسيات صحية، فيني أقول السيولة يمكن التي لا تزال بالأسواق، التشديد الكمي اللي ما عم نشوفه كان خلال الأسابيع الماضية كمان كان عم يدعم هالارتفاعات التي أظن لابد أن نرى رياح على ألا، لابد أن نكون عم نشوف نفس ولو حتى كانت مستدامة، ولو حتى الاقتصاد الأمريكي قوي يجذب المستثمرين لأنه ما في بدائل أخرى، ولكن لابد أن نكون عم نشوف عم يأخذ نفس من هذا الارتفاع. تتوقع فرح توجه الدولار هل سيكون هناك ضغوط عليه مع تراجع مع بدء خفض الفائدة، أم سيكون هناك استقرار ولن يكون ذلك الضغط يعني الذي نتوقعه؟ هلأ هون بتصور الأصوات الأكثر سماعا لقلب الاسواق بالوقت الحالي من يمكن البنوك الكبرى ومن المحللين بالفعل انه رح نكون عم نشوف في ضغط على الدولار في العام المقبل بسبب يمكن توجه الفيدرالي الى تقليص السياسه اللي يمكن يكون عم يبدا فيه قبل مثلا منطقه اليوروزون، قبل انجلند اللي كمان التضخم لا يزال مرتفع جدا مضطره تكون متشدده، كمان اذا بدنا نشوف على البلدان الاخرى استراليا مضطره يمكن تكون متشدده اكثر. بالفعل قد تكون تلك البلدان اللي عم تعاني من تضخم مرتفع لاولويه التضخم ومحاربه التضخم تكون عم تدعم عملتها في وجه الدولار بشكل يمكن أفضل، ولكن لا يزال أظن أنه مبكر نعتبر هذا هو سيناريو الحالة الرئيسية. قدرة الدولار يمكن أو الفيدرالي أنه يكون عم يلعب بالدولار أكثر بكثير من البلدان الأخرى، فعلا هذا سيناريو محتمل. العديد يتوقع يعني عودة قوة اليورو في وجه الدولار في العام المقبل. أظن أنه بعده بكير أن نكون عم نعتبر هذا الشيء هو السيناريو الحالة الرئيسية. فرح مراد، محللة أولى الأسواق المالية في إكوتي، شكرا جزيلا لك. شكرا لك. Thank you.